والآن ينضم إلينا لمزيد من المتابعة من ولاية كنتاكي الأمريكية الدكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة موريستيت. أهلا ومرحبا بك دكتور إحسان. يعني المنطقة هذا الأسبوع تشهد العديد من الأحداث وتترقب أيضا العديد من الأحداث، يعني محادثات مرتقبة يوم الخميس المقبل، يعلق عليها الكثير من الأمال، زيارة مرتقبة لأنتوني بلينكين، وأيضا الحديث عن الرد الإيراني المحتمل، وتحديدا هذا الأسبوع حسب ما تشير معظم التقديرات والإحصاءات. وهنا أتحدث عن ما المأمول من هذه الجولة من المحادثات في ظل كل هذه الأجواء التي ذكرتها وتؤثر بطبيعة الحال عليها. شوف، المشكلة اليوم منذ بداية الحرب على غزة مشكلة إسرائيل. الإيراني براغماتي بامتياز، الإيراني على صفة واحدة مع الأمريكي. الإيراني يستطيع ضرب إسرائيل وضربة موجعة هو حلفائه، ولكن منذ البداية أخذ قرار استراتيجي الإيراني أنه لا يريد المشاركة في الحرب. الحرب قال للأمريكي أنه لم يعرف بذلك الهجوم، لم يلعب أي دور ولا يريد ترسيل الحرب. فهو كان يقرأ من كتاب واحد مع الأمريكي، والأمريكي قدر ذلك كثيرا، اعتبر أن هذا موقف دولة مسؤولة، دولة يعتمد عليها، فيعني أخذت كرادت إيران مع الأمريكي في هذا الموقف الذي يعني يقدره الأمريكي كثيرا. وقال ترامب أنه تخفيف العقوبات النفط على إيران جعلها تجمع 240 مليار دولار. أنا أعتقد اليوم يعني حاول الأمريكي إقناع الإسرائيلي بعدم القيام بأمور يعني تحرج إيران وتحرج حزب الله. يعني مثلا كان الأمريكي وعد حزب الله عن طريق الوسطاء أن إسرائيل لن تضرب بيروت، وضربت بيروت، وكمان تخطي الخطوط يعني مع إيران، ضرب داخل إيران، حراج إيران. ولكن يعني أسباب الموضوعية التي جعلت إيران تأخذ موقف منذ البداية عدم توسيع الحرب ورد بشكل يعني مسرحي، ولكن يعني مش مسخرة، ولم يكن مسخرة، يعني هو كان إرسال رسالة للإسرائيلي أنه بإمكانها الرد، لكن هي تختار أن لا ترد وتخبي أخبار الأمريكي، والأمريكي قام بصد الهجوم. يعني الإيراني يقدر علاقته مع الأمريكي رغم كل الكلام، يعني أنه والله هناك علاقة سيئة. أنا أعتقد هناك علاقة معقولة بين أمريكا وإيران بسبب البراغماتية الاستثنائية للأمريكي وللإيران. الإيراني يعني أنا لا أعتقد هو يعني مزعوج من كل القطع العسكرية التي تذهب إلى المنطقة، يعني بالعكس، يعني يقال بالمحكي الصيد غنى والصيد فقر، يعني والله إيران عظمى، يعني كل هذه الأساطيل هاي لردع إيران. يعني إيران بالعكس، يعني هذا يعجب إيران أنه الأمريكي يقوم بذلك، يعني حتى يقلل الإحراج عنها إذا لم ترد. شوف الأمريكي أتى بكل هذه القطع العسكرية من أجلي، وبنهاية المطاف يعني لا يريد توصيل الحرب. ولكن الإسرائيلي هو المشكلة، دولة غير براغماتية، دولة مدفوعة بعقيدة دينية متطرفة، دولة أنا لا أعتقد نتنياهو يريد توصيل الحرب، ولكن لا يكترث المخاطرة بأمور يمكن أن توصل الحرب، ولكنه معتمد، يعني هو معتمد على أنه هناك تفاهم أمريكي إيراني. نعم دكتور إحسان، يعني أيضا إضافة لما ذكرته حول أن الأمر بات جليا وواضحا أن نتنياهو من يعطل مسار هذه المفاوضات والتقدم فيها، وربما سنستند في ذلك إلى ما ذكره وزير الدفاع الإسرائيلي حول أن تل أبيب السبب في تأخير وقف إطلاق النار، وذكر نصا بأن بلاده السبب الرئيسي للتأخير أو تأخير وقف إطلاق النار. وإذا ربما باتت هناك مطالبات داخل البيت الإسرائيلي لنتنياهو بضرورة وقف هذه الحرب والعمل على إيجاد هدنة أو وقف مؤقت أو كامل لإطلاق النار يفضي إلى تبادل للمحتجزين والأسرى. يعني يبدو كذلك، ولكن لست متفائلا. يعني نحن في الشهر العاشر، نتنياهو أذكى بكثير من جالان، أذكى بكثير من بايدن، استمر في الحكم، استطاع الحصول على دعم غير محدود من بايدن، ومع ذلك أتى إلى واشنطن إلى الكابيتول وقال نحن لا نربح الحرب بسبب بايدن. تصور، يعني خل أعطونا السلاح كان نربح، يعني بقول بانتقاد لبايدن. هذا الرجل ذكي جدا، يعرف ماذا يفعل، هو أقوى من المعارضة، ويعني كلام من الجيش من فترة غير بعيدة قال أنه تدمير حماس غير معقول، الهدف الذي أعلنه نتنياهو غير واقعي، واستمر نتنياهو في الحكم. يعني لست متفائلا، اعتقد يعني هناك اختلاف بالراي، ولكن هذا ليس حمامة سنان. يعني جالانت هو منذ البدايه قال لا شيء يدخل غزه، ممنوع الطعام والماء وكل شيء يعني مغلق. هذا يعني هذه حكومه حرب، حكومه متطرفه،
وأنا أعتقد يعني ينظروا إلى الحرب، يريدون البقاء في غزة لسنوات، يعني هم لا يريدون وقف إطلاق النار، الأمريكي يعرف ذلك، ولكن الأمريكي للأسف يكذب لصالح الإسرائيل. نعم دكتور إحسان، الحديث يدور عن أن أنتوني بلينكين سيزور المنطقة، نتحدث عن مصر وقطر خلال هذه الزيارة، ما المأمول يعني خلال هذه الزيارة، وما الذي يحمله معه أنتوني بلينكين هذه المرة؟ شوف، أنا أرشح قطر ومصر لجائزة نوبل للسلام، لأن مجهودهم يعني الخارق، يعني رغم كل الصعوبات، رغم كل يعني التعنت الإسرائيلي، وجهد يعني ساعات وساعات وأيام وأشهر في هذا الموضوع، والتعنت والكذب الإسرائيلي هو المشكلة. بلينكين يذهب المنطقة لأنه إسرائيل، حرب إسرائيل حرب أمريكية، يعني أمريكا ترسل قطع عسكرية السلاح، لا يمكن أن لا تقوم بعمل دبلوماسي في ذات الوقت. أنا أعتقد بايدن يريد وقف الحرب، فعلا يريد، ولكنه رئيس ضعيف، هو تابع لنتنياهو، نتنياهو يلعب به، تصور يقدم كل هذا الدعم لنتنياهو، وماذا كان رد نتنياهو؟ يذهب إلى الكابيتول ويتهمه أنه سبب عدم نجاح إسرائيل في حرب غزة، تصور. فهذا الضعف من بايدن هو الذي أدى إلى تمادي نتنياهو. وبلينكين يذهب إلى المنطقة يعني، ولكن أنا أعتقد العرب يعرفوا، يعني حتى الإسرائيلي يقول أن المشكلة نتنياهو، ولكن لا يستطيع الأمريكي أن لا يكون بحركة دبلوماسية يعني، ويظهر أنه يحاول حد ما. نعم دكتور إحسان، الآن تحدثنا عن جولة المفاوضات أو المحادثات المرتقبة، أهم العوامل المؤثرة عليها، دعني أنتقل بك إلى الأمر الأكثر تهديدا للمنطقة في هذا التوقيت، وهو الهجوم الإيراني المحتمل وتبعاته، الحديث عن تبعات ربما ستقود المنطقة إلى وضع غاية في الصعوبة. وهنا أتحدث معك حول ما أوردته التقارير بأن إيران ربما على وشك أن تقدم على ضرب يعني أهداف حيوية واستراتيجية بالداخل الإسرائيلي، نتحدث عن ضرب إسرائيل بشكل مباشر، إلى أي مدى عفوا تتفق مع هذا التوجه؟ لا أتفق. الأسباب الموضوعية التي جعلت الإيراني منذ اليوم الأول يأخذ الموقف الأمريكي عمليا هي ما زالت هي ذات الأسباب الموضوعية، والرد المسرحي من الإيراني على إسرائيل بالضربة الأولى كمان هو يعني الأسباب الموضوعية لم تتغير، ولكن أنا أعتقد الإيراني رابح، يعني رغم كل الأمور أنا أعتقد الرابح الأول في حرب غزة هو الإيراني، الإيراني رابح بامتياز. يعني لماذا؟ لأنه منذ اليوم الأول يعني هو يقول هاي جماعة لك شوف أخويا يحاربون إسرائيل، مقاومة، أنا محور المقاومة، ولكن في ذات الوقت يقدر الأمريكي أن الإيراني أخذ موقفه يعني بعدم توسع الحرب، فرابح هو الإيراني، ولا يريد المخاطرة، لا يريد المخاطرة لمصالحه ومكاسبه بالدخول بحرب مباشرة يعني، والأمريكي يساعده، يعني أنا أقول يساعده عندما يرسل هذه القطع العسكرية، يقول شوف الإيراني يقول ما تريدون أن حارب أمريكا، أنا كان يعني أنا ممكن أفعل، ولكن هاي أمريكا موجودة، يعني أنا لا أستطيع أن أحارب أمريكا، أنا لست دولة انتحارية. فالإيراني يعني رغم كل شيء أنا أعتقد هو رابح امتياز وبراغماتي وذكي في سياسته. نعم دكتور إحسان، ما زلنا مع السيناريو أن إيران ربما تأخر ردها لكنه آت لا محالة، وهذا سيناريو يواجهه سيناريو آخر يتحدث عن أننا ذاهبون إلى التهدئة وليس هناك رد إيراني، لكن ما زلنا مع هذا السيناريو ومع عدم اتفاقك حول أن إيران ربما ستستهدف إسرائيل مباشرة، وهنا أتحدث إذن لم أو إذا لو لم تستهدف إسرائيل بشكل مباشر، ما هي قائمة الأهداف أو بنك الأهداف الإيراني إذن؟ شوف أنا أعتقد الإيراني اليوم يلعب بأعصاب الإسرائيلي، الإسرائيلي يعني يقال عنه جبان، وأنا أعتقد صحيح الحكي جبان يخافوا، فهناك حتى يعني التهديد الإيراني الكلامي يؤثر على الشعب الإسرائيلي، يعني هناك شيطنة لإيران، شيطنة للملالي أنهم مجموعة مجانين يعني متطرفين دينيا، ولا هذا غير صحيح، هم براغماتيين يعني، هم أساتذة في البراغماتية وانتهاز الفرص يعني. فقط يعني هذا أن تكون إسرائيل خائفة من رد الإيراني، هذا بحد ذاته هو أنا أعتقد مكسب إيراني. وإيران اليوم تظهر أمام العالم أنها دولة عقلانية، دولة مسؤولة، مقارنة بإسرائيل اليوم، إسرائيل الدولة الدينية المتطرفة التي تتصرف بشكل غير عقلاني وغير براغماتي إطلاقا. يعني تسأل إسرائيلي ماذا تريد؟ يعني تصور اليوم الشعب الإسرائيلي
قرأت أنه 47% من الشعب الإسرائيلي يوافق على استعمال عقوبة الاغتصاب بحق الإرهابيين. تصور 47% نعم. و42% ضد. يعني مشكلة بالمجتمع الإسرائيلي، هناك مشكلة كبيرة بإسرائيل، وإيران تبدو اليوم دولة عقلانية ومدنية أكثر بكثير من إسرائيل. نعم، على كل الأحوال أشكرك شكرا جزيلا دكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة مور ستيت، شكرا لك.